طلب الشفاعة من الأولياء نوع من أنواع الشرك في العبادة، الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولا يشرك بعباده ربه احدا هذا الشرك يجب ان تطلب الشفاعه من الله تعالى لا ان تطلب الشفاعه من الاولياء والا هذا الشرك والا تطرد ويقال لك يا مشرك يا كافر كما رايتم هل يمكن القبول بهذا المنطق ما هي العباده وما هو تعريف العباده حتى نعرف ان طلب الشفاعه من الاولياء نوع من انواع العباده لهؤلاء الاولياء اولى هل مطلق الخضوع عباده هل مطلق الطلب عباده هل مطلق التعظيم عباده هل الاعتقاد بان شخصا او شيئا يملك تاثيرا ملكه الله تعالى ذلك التاثير عباده ما هي العباده شنو تعريف العباده هل التعظيم عباده يمكن واحد يقول التعظيم عباده في بيوت اذن الله ان ترفع، تعظيم بيوت الله هذه عباده لبيوت الله، تعظيم الابوين، تعظيم المعلم، تعظيم العالم، هذه عباده. يمكن واحد يقول كل نوع من انواع التعظيم عباده؟ هل الطلب مطلق انواع الطلب عباده؟ تطلبون من واحد شيء هذا عباده؟ ذو القرنين حتى في كتب العامة، اكو هنالك خلاف، بعض قالوا انه كان نبيا، وبعض قالوا انه كان عبدا صالحا من عباد الله. الفخر الرازي على ما ببالي يرجح انه كان نبيا، لأن الله تعالى يقول: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، على كل حال هو عبد صالح على اقل تقدير. خاطب اولئك فأعينوني بقوه، تحول الى مشرك، طلبوا الاعانه ان تطلب تريدون ان تحملوا حمل ثقيل ما تتمكنون تنادون واحد يعبر تقولون تعال اعني. هذا الشرك واحد مريض يقول يا دكتور الحقني الحقني هذا مشرك اذا نصف المسلمين صاروا مشركين لو كل المسلمين لو كل البشر واحد ما يستغني عن طلب المعونه من الاخرين فهل مطلق التعظيم عباده كلا هل مطلق الطلب عباده كلا هل مطلق الخضوع عباده يمكن واحد يقول مطلق الخضوع هذا عباده اذا خضعت امام جهه او امام فرد فانت عابد لتلك الجهه او لذلك الفرد يمكن واحد يقول؟ الله تعالى يقول: حول الأبوين: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) يعني عبدت الأبوين؟ شايفين الطائر؟ الطائر عندما يأتي هذه الطيور الصغيرة كيف تتذلل لأمها؟ شايفين أو ما شايفين؟ كان الله تعالى يقول لتكن لك هذه الحاله من التذلل والخضوع امام الابوين واخفض لهما جناح الذل من الرحمه هذه عباده هل الاعتقاد بان شيئا او بان شخصا يملك تأثيرا في الكون بتمليك الله هذا الشرك هذا الاعتقاد يعني إذا واحد يعتقد أن العسل فيه شفاء هذا الشرك هاي العقيدة الله تعالى يقول فيه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هذا الاعتقاد شرك هذه الماده تملك تاثيرا شفاء والعلماء الان بتطور البحوث العلميه يتوصلون الى حقائق عجيبه في هذا المجال كيف يكون العسل شفاء للناس ان تعتقد ان ملك الموت يقبض الارواح هذا الشرك الله تعالى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هذا الشرك نحن نعتقد أن ملك الموت يقبض الأرواح له تأثير لكن بإذن الله تعالى هذا الشرك إذا التعظيم لا يعتبر عبادة الخضوع لا يعتبر عبادة الطلب لا يعتبر عبادة الاعتقاد بأن شيئاً أو شخصاً يملك تأثيراً بإذن الله لا يعتبر عبادة. الطلب المقرون بهذا الاعتقاد لا يعتبر عبادة. الخضوع المقرون بهذا الاعتقاد لا يعتبر عبادة. التعظيم المقرون بهذا الاعتقاد لا يعتبر عبادة. فما هي العباده العباده قضيه وجدانيه واضحه اذا واحد قال لكم ما هو الماء الماء لا يحتاج الى تعريف الماء شيء واضح الوجود كما يقول الحكماء اوضح حقيقه في عالم الامكان ما هو الوجود ما يحتاج إلى تعريف مفهومه من أعرف الأشياء تعريف ما يحتاج العبادة قضية واضحة واحد يحب فردا فيقبل جبهته هاي عبادة أكو واحد منصف يقول هذه عبادة دا يعبد